قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وباتباع هدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام القائل: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. موضوع هذه الخطبة أيها الإخوة بشكل وجيز عن قصة فيها شيء من الملوحة، ألا وهي قصة بريرة رضي الله عنها. فبريرة صحابية رضي الله عنها كانت مملوكة، فكاتبت أهلها على عتقها واستعانت بذلك بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دنار بريت لسون فيسكا طولر أمي دنار خطبة فيسكا فسوكا كومبريميرا دي هيلا داني ليتي أودا داني ليتي أوفان لك بريت لسه أم دنار صحابية. لما نصير صحابية اللي بالسير إن فلي سلوغرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كفيل لك فلي سلوغرة النبي صلى الله عليه وسلم، هون هيتر بريرة. بريرة هنا فوريت سلافينا من هنا كوميت أوفرانس من دوم سوم إيجر هنا att göra en avbetalningsplan för att slippa henne fri. Sen hon får hjälp av Aisha radiyallahu anha. Iden Aisha radiyallahu anha, hon hjälpte Barira, hon köpte ut Barira, sen hon släppte henne fri. För Aisha radiyallahu anha, ummul mu'minin, ishtarat Barira och a'taqatha. وهذا شيء طبيعي ولا غرابة في ذلك. لمن يعرف أمنا عائشة رضي الله عنها يعرف تقواها وإيمانها وكرمها، اشترت بريرة ثم أعتقتها. دينيا كونستيت ميدي أت عائشة رضي الله عنها هون شبت بريرة سن هون سلبتهن فرير. فايدي دي سومي كونستيت دي سومي كونستيت أت بريرة رضي الله عنها هون يفت واتفر يفت دي نورمال من هون يفت من صحابي سوم هيتر مغيث. بروبليمت مي مغيث أت هاني أكسو أن سلاف، يعني بريرة رضي الله عنها في هنا إشكال. لما أصبحت حرة فهي متزوجة، متزوجة بمن؟ متزوجة بصحابي رضي الله عنه اسمه مغيث، لكن مغيث مملوك، عبد مملوك. فأصبح هنا إشكالية، الزوجة حرة والزوج مملوك من العبيد. دبلي أت بروبليم هار فرات كفينان هوني فري من منن آر إنتي فري هاني عبد. لكن هنالك حل، هناك حل. فمشاكل العالم كلها أيها الإخوة حلها في قال الله قال الرسول. من بروبليمات ديت بروبليم من ديفينس لوسين فور الله بروبليم فادنس بروبليم ديفينس لوسين إي الله سبحانه وتعالى سؤول إلا سن النبي صلى الله عليه وسلم. إلهي أحيري النبي صلى الله عليه وسلم أحيري دار هيطة دي لوسنين تي البروبليمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى مع زوجها أو تبدأ حياة جديدة، تفسخ العقد وتبدأ حياة جديدة. فاختارت الحياة الجديدة، فاختارت الحياة الجديدة. النبي صلى الله عليه وسلم هان قوف مولي هيتن والشرع شرع الله الله سبحانه وتعالى قوف مولي هيتر تي البريرة أنتين هون ستانا ميسين مان افتصم هونين فريك فينا أنتين ستانا دو ميدين مان إلا دو أوف بريتر دن هر كونتراكتت ودو بلي إن فريك فينا.
Så hon valde att vara en fri kvinna. Hon ville inte ha med mannen att göra. Så Barira, hon är en fri kvinna. Problemet, den stora problemet, det är att Mughith, han är kär i Barira. Han älskar henne jättemycket. المشكلة أن مغيث يحب بريرة حبا عظيما يحب بريرة حبا عظيما يقول ابن عباس رضي الله عنه والحديث في البخاري كأني أراه يعني على مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته وعلى خديه يستعطفها أمام الناس حب أمام الناس حب مغيث لبريرة ابن عباس رضي الله عنه هنصير صحيح البخاري هنصير دي سمو ميسي مغيث افتر سمو مغيث هن إلسكر هن يتي مكي مغيث قو افتر بريرة بغاتنا وغروتر هنستورر رينر بو هنسخيق وهن فسوكر يا بريرة كان دي تومي تلبوكا كان دي تومي تلبوكا أبن شالك الله سير هن بروسة انتي وماني خونا هن فيل ها بريرة تلبوكا هن إلسك بريرة يتمكي وبريرة لا تبالي به بريرة هن بروسة انتي سبحان الله النسوان كبيننا ها هن قور هن بروسة انتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس يا عماه للعباس أتعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث يعني هنا العكس النبي صلى الله عليه وسلم هنصية العباس صحيح البخاري إذا أنت كونستيت إذا أنت ماركليت هير مغيث إلس كبريرة من بريرة هون أوفخي مغيث هون فيلي تهامي هون نمو يورا إلى المغيت يستعطف بريرة مغيت هن فيل ها بريرة وهن فشكر بريرة اتق الله إليك أبست بريرة كنت البوك هن فيل انت هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلو إخوة إذن هار تيل ستوندت سفورة تيل ستوندت دو كمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لمغيث عند بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته يعني هذا لو راجعتي هذا الرجل مسكين يحبك حبا جما لو راجعته فردت بريرة بكلمة كلمة عظيمة أيها الإخوة كلمة والله يعني يرددها المؤمن يتلدد بها يعرف يعني قوة إيمان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قالت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو راجعته رجع إليه قالت أتأمرني يا رسول الله هذا أمر لأن تعلم إذا كان أمر لا بد من الاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للاستجابة لا بد للطاعة هذا أمر يا رسول الله قال إنما أنا شافع أشفع لمغيث قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه ما أريد يا رسول الله بتولرن النبي صلى الله عليه وسلم سير مغيث اذا هل تيل ستوندت هيلت فشترد النبي صلى الله عليه وسلم موست يور نونتينغ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم طال ميد بريره بريره سكادين تي توتي البوكا دين مان توتي البوكا دي هان ايلس كاداي هان غروتر كان يو تينك اير اوبن دي ان يان اوف اوسون فوغا يور ان اوبن شالي غور افترن كفينا وغروتر النبي صلى الله عليه وسلم كان دي توتي البوكا هونو بريرة سيرت أود والله ينسون عارفين أود فرات فيتر هير الصحابة رضي الله عنهم هير ديرس إيمان فاسو ستارك هون سيارة رسول الله إذا هارن أودر نيردو سيئتين ما يقول البوكة هون إذا هارن أودر يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم سير ني دي انت أودر يا بي أودر انت دي فرات هون فيتم دي أودر هون مست قديت إذا هارن أودر يا رسول الله هون سير ني الرسول عليه وسلم سينا يدين ين أوردر يا في سكر ميد لا ميد لان ينون سيا رسول الله يا بيل انتهى هنا إذن هذا الحديث أيها الإخوة العلماء له فوائد عظيمة العلماء ذكروا من الفوائد فوائد كثيرة وفوائد عظيمة نأخذ منها أيها الإخوة عطف النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة انظر هذا بريرة والمغيث يعني العبيد مشاكل العبيد مشاكل أسرية يعني ما هو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تريد
فما عاقبها ولا سبها ولا ضربها. قالت لا تريدي خلاص انتهى الأمر. بيصير فروم دنر حديث فليرة لارد دوم دروغ ات فليرة بيتشكوب فروم دنر حديث ستورة بيتشكوب دي سون في تنكر بوهير نبي صلى الله عليه وسلم وفاريت اود ميوك اتخان فسوكتي تكر سين دوم دنر سلافن ايفن هاني سلاف دان سيرت الرسول عليه وسلم دا يهر استر بروبليم يهو بروبليم مد قريش يهو بروبليم مد هرقل يهو بروبليم مد الجهاد فاسكا يهو لبومي اير من عندو النبي صلى الله عليه وسلم هان فو ادميك هان فسوكتي ميدلا هان فسوكتي لوسا بروبليمت لان النبي صلى الله عليه وسلم هان ليف دي ميسين صحابة عليه الصلاة والسلام كان متواضع النبي صلى الله عليه وسلم هل ادميك فسوكتي ميدلا من لندوم هر من يخونا فرات لوسا ديراس بروبليم فرات هان توق هاندوم الله فهو كان نبي للأغنياء والفقراء وللكبير وللصغير وللمملوك وللحر كان محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تروا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء حوائج الناس هذه من أعظم القربات إلى الله عز وجل. من سير هنا السوق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هنا لأن هذه برا إكسامبل أوف بريرة ومغيت من النبي صلى الله عليه وسلم هن فصو أبطاقن ميد أتلوسا بروبليم أبطاقن من رتي يستوتي الهانس فلي سلوغرة وسويدرة أم دينون سوم أندر سيد فار رسول صلى الله عليه وسلم هنا هنس بنديرة دي سندوق ودي برا إموسكي والعبادة دين ديل أوف دي الموسكي والعبادة وبلانير الفور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ستور ديل أوف دي هنا هالليف دي من هانس فلي سلوغرة. فكان يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هالليف دي من هانس فلي سلوغرة وأبليف دي ألت أبليف لسه دوم هدي سون أبمانين تيل مي وتيل إير عن حسن الخلق هير فيسكا فلي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هانس سيت توفارا فرد دي إيفيغن تيل الجنة سو في بيت الله سبحانه وتعالى أكسبتيرا فروم أوس في بيت الله سبحانه وتعالى بلونا أوس من بستا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.